ما تقولي لي شنو تبين؟ ابي تطلقني. متأكدة؟ اي متأكدة. وعزيز؟ عزيز عادي ولدك، تقدر تشوفه باي وقت، ما راح احرمك منه. لا والله وايد هامك عزيز الحين. لو عزيز هامك وبيتك هامك ما كان طلبتي الطلاق اصلا. انت طالق. فقلت هالانسانه هذه ممكن تكون زوجتي، عشان كذي انا جاي اتعرف عليك اكثر بهدف الزواج. يوسف انا متزوجه. امي مستريتها قريب، ودي ابشرها بالموضوع. انت الحين مو بروحك، داخلك انسان، واي انفعال مو ياثر عليك انت، ياثر حتى على الياهل اللي ببطنك. انا بصراحه اللي قاعد حاتي عبد الله اخوي، اذا طلبتي من الطلاق خصوصا بعد هالفتره الطويله اخاف يعاند ويسويها مشكله كبيره. يعاند ليش؟ ايش حقه يعاند؟ بيخليني على ذمته كذي على الفاضي؟ لا حبيبتي لا، ما يخلي رحمة الله تنزل علي؟ لا، أنا يكون بعلمك كذي كذي أنا بتطلق. خذيت يوسف ما خذيت يوسف بتطلق، ما رح أقعد وياه. والله تبين رأيي؟ إذا ما صار نصيب لا تطلقين، يعني يظل أخوي عبد الله طيب. لا شو سوي بطيبته حبيبتي؟ والله خوش هذا يموتني ناقصة عمر، باشر حتى ورث ما اقدر ارثه. واه ايش هالحكي، اسم الله عليكم. زين سمحي خليني اقول لك بشنو قاعده افكر. اذا الله كتب لك نصيب ان شاء الله وتزوجتي، بقول حق هدى وريلا يون يقعدون عندي بالبيت، ما ابي اقعد بالبيت بروحي. انت نطري، خلي الموضوع يتم، ما يندرى يتم، ما يتم الموضوع. عاد انا قلت لك بشنو قاعده افكر، وبالمره بعد جمان تستفيد من مكان اخوها، احسن ما تطلع برا. الله ما تبين اقص لكم الحوش بالنص بعد؟ أوه امون ما ادري عنك، ايش فيك؟ خططتي ودوبكتي السالفه؟ الله 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 الله، يما منك يما منك. حرام عليك امون، والله ظلمتيني، مو هذا اللي انا اقصده. امون انا ادري انتي ظلمتي وايد، وبقول لك شيء، صدقيني انا بوقف معاك باي قرار تاخذينه. صجعات؟ اي والله صج. ناكل ناكل؟ خاف حاطت لي شيء بالأكل، تبي تسمميني تاخذي البيت حقك؟ مو سم، يمكن يخوشك عوار بطن. اي من الحين بطني قام يعورني. صباح الخير حبيبتي. صباح النور يبا. هلا حبيبي. هلا يبا، شلونك؟ والله بخير الحمد لله. ادوك الريح يا يبا. مدام بكر اليوم، ايش عندك؟ والله يبا ما عندي شيء، تميت قاعد طول الليل احاول انام ما قدرت، تميت قاعد ليل فير، قلت حق اقعد بالبيت خل اطلع اي شركه اغير جو الهي نفسي اشتغل بشيء. وهذه ايتي صح، نسيت اقول لك ترى كلمني هشام. صدق؟ اي كلمني وطمنت عليه، اموره طيبه الحمد لله ونفسيته مرتاح، حسيت شيء بصوته بعد. هالسفره والله يا يبا كانت خوش قرار، احسن يعني جات بوقتها السفره. الله يهدي سره ان شاء الله ويمسح على قلبه، بس قول امين. امين يا يبا ان شاء الله امين. اقول يبا شهد. هلا يبا. ليش يبا ما تجون اليوم انت ويا منصور عندنا البيت؟ تعشون عندنا الليله، عاد خالتك سعاد وايد بتستانس اذا شافتكم. بيني وبينك يا يبا صار البيت موحش، ما في صوت ما في حس من اخوك سافر. صح من عيوني، تامر امر، راح اكلم منصور واكيد ما راح يقولي لا، تدري يحب اليمعات وهالسوالف. ايه ما شاء الله عليك. شنو قهوتك؟ يعني معزمة تضيفيني؟ لازم، بعد ابويا عندي المكتب، شو ما ضيفك؟ على قولت اخوك سي او يعني. اهم صح. الو هلا عبد الله. هلا. يعني هو ما اكون الله يهداك بالبيت، ايش فيك؟ فيك شيء؟ حياهم الله ينور بيتنا بوجودهم، على الاقل يونسونا شوي. صدقك عبد الله انا في يوم فشلتك، كل اللي يحبه قلبك راح اسوي، لا تحاتي. لا هشام ما امو هني مايا، اكيد بيكون بالدوام بعد شوي بيرجع.
حافظك الله، مع السلامة. ايش هالحركات؟ شانج؟ مهلات عليك حبيبتي شانج، زينش هالمفاجأة الحلوة. عندي مشوار قريب، قلت مرة واحدة أمرك وأشوفك. والله زين تسوي. شو أسوي؟ أروح البيت ما أشوفك؟ ما تتخيلين إيش كثر دوام هني وايد طويل، ما لحق على الشغل، ومن أرجع البيت أقعد مع هالعزيز بعد عشان لا يتملل. تدرين صرت للأبو والأم بنفس الوقت. الله يخلي لك إن شاء الله ويرزقك بره، قولي آمين. زي ما قلتي لي مستانسة بالشغل هني؟ وايد وايد وايد، ما تتخيلين إيش كثر مستانسة. طبعاً أشوى أن ألاقي شيء لهي نفسي فيه، وبعدين يعني شعور وايد حلو، وايد حلو لما أنت تنجزين شيء. ما أدري بس شعوري والناس نطرح. ألو هلا أستاذ، إن شاء الله إن شاء الله دقائق وأكون عندك. هلا. مثل ما أنت شايفة كذي طول الوقت. شفيتش ليش قاعد طالعيني؟ تصدقين جمال توقعتش تقطين الحجاب عقب ما تتطلقين، بس زين تسوين. يعني هو صدق هشام هو اللي حجبني غصب، وانا ما كنت بتحجب وقتها. بس بتصدقيني اذا قلت لك الحين ما اتخيل نفسي اطلع من البيت بدون حجابي، احس روحي مو مرتاحه. بعدين ايش فيك؟ الحجاب مو حق الرجال، حق رب العالمين. صدق الله يثبتك ان شاء الله ويوفقك بدوامك، وما عطلك بعد اكثر من كذي. خل امشي. انزين خل اشوف الجريب. اي ان شاء الله. كلميني خل نروح نشرب قهوه. خلاص ماشي حبيبتي، يلا باي باي. روحك. وهذه احلى قهوه حق حبيبي. تفضل. عليك بالعافيه. انت ما تسوين هالسوالف الا ببالك شيء. قولي. بصراحه اي. جايت لي طلبية وايد عودة بالشغل، كسرتني شوية فلوس، بس أول ما توصل لي الطلبية ووردها للزبون بسدد لك. نهلة، نهلة من صدقك أنتي. تدري إيش كثر صاحبة من أنتي الفترة اللي طافت بس؟ حبيبي بس أنا سددت لك بعض المبالغ. اللي سددتيه وايد أقل من اللي خذيتيه، وأصلاً أنا حتى ما كلمتك بشيء. يا محمد يا حبيبي، أنا ببداياتي، وإذا أنت ما وقفت معي وساندتني، منو بيوقف معي؟ بعدين أنا مو زوجتك حبيبتك، يعني وين بروح منك؟ وتطمن الشركة وايد ماشية زين، فلوسك بترد لك. ايش كثر تبين؟ بس 20,000. شنو؟ بس 20,000؟ أنا قايل بسفر رزان واليهال هالسنة، وبيني وبينك رزان حاسة بأهمال صوبها. أنا خايف تدري عن شيء ما يصير كذي أقصر عليهم مرة واحدة. وانت شكو فيها؟ خلاها تحس، ترى مو ذنبك إنك حبيت غيرها ولقيت أحسن منها. بس عاد سوالف الحريم والغيران هذه ما احبها، كلش ما احبها، بطليلي منها. زي محمد عشاني الله يخليك، قول انك بتعطيني ال20,000، قول وفرحني، انا منو لي غيرك بهالدنيا؟ عشاني محمد. زين بعطيك. يا بعد عمري الله لا يحرمني منك. عمري حبيبتي. ما يا مرح عليك عدو نيرة، أنا جاية وكلي عشا منك أنت تحليلي الموضوع اللي قلت لك عليه. إي بس يا إيمان أنت عارفة أن أنا علاقتي بأخوي عبد الله عقب ما تطلقوا عيالنا مو مثل قبل. بعد الجرح ما برى، وما ظنتي ان انا امون على اخوي عبد الله في طلب مثل هذا. انا لو سمحتوا لي اتدخل دام اني قعدت معاكم وسمعت السالفه. طولي عمرك يا ام فواز، انا اقترح انك تروحين لاخوك عبد الله، والحين احسن وقت تروحين له، لانه مستحي منك ويسوي اعتبار حق كل شيء. بعدين اختي مشاهد صبرت وايد، وما حد يصبر كثر ما صبرت، ومن حقها تحصل حريتها مثل ما تبي. ما قصرت يا ابو فواز، طول عمرك معدنك ذهب.
انزين ايش حق تبيني اوديك بيت اخوي عبد الله؟ ليش ما نجمعكم مع بعض كلكم في بيتك انت وهيفا؟ لا لا منيره، سعاد طول عمرها تتمنى ان انا اتطلق، ما في وحده ترضى بشريكتها تم على ذمه ريلها، وانا شفت ان احسن حل اني اروح حق عبد الله قدام زوجته واحرجه عشان تساعدني بهالموضوع. والله شورك وهدايه الله. انزين متى تبينا نروح؟ الحين. اوف الحين عاد؟ هي الحين ان شاء الله. حاضر. حي الله من يانا، تو ما نور البيت. حبيبتي خالتي منور بهلا. الله يحييك. عاد سعاد هي اكثر وحده مستانسه بيتكم. انا من رجعت من الشركه ما شفتها، ترى تو اشوفها كله بالمطبخ تحوس. كثر الله خيرك يا شام، ما قصرتي، بيت عامر ان شاء الله. الله يسلمك. عاد ايش دعوه، ما سويت شيء، شهد بحسبه بنتي، حالها حال ولدي هشام. واي يا عمري خالتي، عاد قلت شيء مكان هشام يبين بالشركه من غير شر. لا وابوي قام يتهرب من التواقيع، كل يوم دابسني بتوقيع. طبعا الحين استغلال كامل حق البنت. طبعا يوم كانت عندي ما ترحمني من الساعه 8 للساعه 1. وانت تتوقع شخص يخلص الحبر وما تخلص اوراق؟ شوف الحين انا منتقم منها، مخليها هي توقع. إيمان أرجوك ضبطي أعصابك مو تقعدين تخورينا بالحكي. أخوره شنو؟ ياي أقول كلمتين وأمشي بعد، شنو أخوره؟ بس تقولينا بهدوء الله يخليك، ما بي فضايح ولا مشاكل، أي شيء بتقولينه بي في وجهي أنا، ما بي أخسر أخوي تالي العمر. ألو، هلا حبيبي، وينك طولت؟ زهقت وأنا قاعدة بروحي كذي مجابلة الأطواف للحين بالمؤتمر؟ مو من صجك. زين زين إن شاء الله. أوكي باي. هلا جمان، هلا حبيبتي، ايش رايك تجين تعشين عندي؟ ايش فيك تعبانه من شنو؟ من الدوام. يلا الله يعطيك العافيه، خلاص ان شاء الله مره ثانيه. باي باي. أنا لازم أغير حياتي، حاسة إني عايشة على الهامش، أصارع الفراغ محتار شو أسوي بالوقت، لازم أسوي شيء يشغلني ويطلعني من دائرة الملل اللي أنا فيها، بس شنو أسوي؟ وشنو الشيء اللي بغير حياتي؟ حلوين الاسماء والله. حي الله منيره. الله يحييك. وعليكم السلام. هلا سعاد، تفضلي. عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ايش هاللمه الحلوه. ايمان انت
شايبك هني؟ عندي حجوتين بقولهم بويك يا ابو شهد. السلام عليكم. يا هل ناموا؟ وزان حبيبي انتهيت؟ لا الحين بابا انا حبيبي انا فكرت فكره ودي افتح مشروع وابيك انت تساعدني. شطاري يعني؟ يعني كذي قاعد انا بالبيت كله ضايق خلقي وبروحي الليالي سمل عليهم يعني شدوا حيلهم يدخلون المدارس وانت 24 ساعه مشغول بالعياده وانا بهالبيت قاعده بروحي كذي والنهار شطوله فقلت اشغل وقتي بشيء يعني مفيد. ايش رايك؟ ايش قلت؟ حلو. شو المشروع؟ انا فكرت اكثر من فكره بس بما ان انا احب الورد وافهم بانواعه فقلت افتح محل ورد. محل ورد؟ تمام. ايش رايك؟ يلا تمام. إيه؟ يلا بالتوفيق ان شاء الله. إيه ان شاء الله حبيبي الله يوفقنا بس عم. يعني بغيتك انت تساعدني. محل ورد يحتاج احد يساعد الثاني؟ يا حبيبي يبي له خلو حق محل ويبي له ديكوريشن ويبي له طلبيه نطلب الورد من هولندا الشعوه يعني اكيد يبي له فلوس يعني مو ببلاش يعني. زين توكل على الله الله يوفقك. لا حبيبي ابيك انت تعطيني فلوس. انا اعطيك الفلوس؟ اي اي من ويلي انا ما عندي سيوله. نعم ليش وين فلوسك وين راحت؟ سلفت واحد من ربع احتاج قبل فتره ما قدرت ارده بصراحه اعطيته. لا والله فلوسك اللي جمعتها طول حياتك فلوس عيالي اللي قلت انت بتشتري فيهم عماره عشان تحطهم باسم الياهال تعطيهم حق رفيجك كذي بارده مبرده؟ بيردهم بيردهم انا متاكد انه بيردهم وقبل فترة قاعد مع الدلال أنا وراني عمارة قديمة وبعيدة أنا بشيء بديرة حق العيال مو بعيدة لا تحاتين بعدين أنت من متى تهمك الفلوس أول مرة تتكلمين عن الفلوس؟ أكيد تهمني الفلوس فلوس عيالي هذا شنو يعني تعطيهم حق رفيجك كذي بالله كلاهم شلون يعني؟ بيردهم بيردهم تعالي كلميني عن هذا الولد. إيه زين إيه؟ عندي واحد من ربع أنا كله يروح هولندا زين أعرف له منطقة منطقة إيه فأكيد هذا راح يساعدنا إذا بغيت تطلبين طلبية الورد. إيه الحكي مو هني الحكي أنت إيش طرى على بالك موضوع الورد يعني أنا أقول أخذ الفلوس من رفيجك لا 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 تحاتي لا تحاتي ما راح يلفون عليه بس كلميني عن الورد هذا. اي متى بتكلمه؟ زين غيرت هو متسلف مني اقول الحين اعطيني اسبوع اسبوعين ما يصير كذي مبلغ مو 100 دينار خو هذا. المهم الورد هذا يعني انت شو اللي طلع على بالك يعني ايش معنى ورد ليش مو مطعم مثلا مطاعم ناس تحب الاكل؟ لا انا احب انسق ورد اكثر. تحبين تنسقين ورد اكثر؟ زين يعني ما تحبين الاكل؟ لا الشعب الكل يحب الاكل ترى بس ملينا مطاعم ومطعم زين ترى الاكل زين يجيب له فلوس محمد شاب. إيمان قاعدة يستريحي ترى ماكو حد غريب هذه بنت شهد وهذا ريلها أظن تعرفينهم. إيه أعرفهم وأعرف سواتهم عدل وخليتهم حقك لو عندي لك خبر بمليون بخلي لك عبد الله بعد. شو هالكلام؟ إيش قصدك أنت؟ والله قصدي واضح يا أطلب الطلاق طلقني يا ولد عمي أنا أكبر غلطة سويتها بحياتي إني عشت وياك. وش معنى الحين يا تطلبين الطلاق؟ كيفي حرة مو من حقك حتى تعرف الأسباب. كل اللي أبي منك يا ولد عمي أنك تعتقني وتفكني من هالارتباط اللي ما من وراها إلا مهانة وذل. يما أنت ليش تبين؟ شام لا تقولين يما لا أنت بنتي ولا عرفتش قولي حق سعادو يما بعد حامل؟ ما شاء الله مبروك حبيبتي باكر اللي جبتي ياهل بتعرفين شنو معنات كلمة أم بس يا رب يا رب إن شاء الله تيلك بنية وتطلع عاقة مثلك. عمتي يرحم لي والديك خلي لو سمحت لا تتدخل وما لي حكي معاك أنا جاي حق أبو شهد وعندي كلمتين وياه. شهد والمكان اللي ما فيه احترام ولا حشمه لنا ما له داعي نكمل قاعده فيه. يلا مشينا. يلا يا بيض. ايش
تغذي اللي بصدرك هذا قلب. طلقني يا عبد الله. عبركها من ساعة عبد الله طلقها، طلقها وفكنا منها ومن شرها. عبد الله واللي يعافيك إذا لي خاطر عندك وإذا تذكر شيء واحد زين بس مني، أرجوك طلقها وفكنا من هالدائرة اللي سنين إحنا حايسين فيها. تعبنا يا أخوي، تعذبنا، بس كافي كافي. سمعي، راح أسوي اللي تبينه يا بنت عمي، بس في عندي كلام ساكت طول هالسنين ما قلته، ويا الوقت المناسب اللي لازم تسمعينه. تدرين ولا تعرفين شعور الغريب؟ تدرين إن أنا عشت سنين عمري غريب، انطرت من بيت أبوي غريب بسبتك، حتى خواتي قطعوني، عشت وحيد علشانك، علشان أبوي يرضيك ويرضي أخوه. عمرك سألتي نفسك هذا شلون عايش؟ فكرتي بعذابي؟ ما فكرتي، لا، فكرين دائما بنفسك. ترى أنا الحين بعد ما تطمنت على بنتي، وبعد ما أن أبوي رحمة الله عليه توفوه وراضي علي، خلاص ما عاد يهمني شيء، حتى أنت ما عدتي تهميني. أنت طالق. اسمها لونت مو كتبت. أشوف هاي. لا المفروض تشوفي تاخذين هاللون أول شيء، لأن تشوفي شعرها تلونين هاللون، حاطين لك من هي الألوان، شوفي كذي. هذا شعر من الأصفر؟ إي شعرها أصفر. لما شفتي الباباي ما شفتي انه شعرها كذي اصفر؟ ونسيتي بعدين حط هاللون. ما نسيت. كملي كملي هات احلى. لا لوني ما تعطيني هذا، لا يوسخ يدك. يلا اشوف. ولا من هذه؟ لا غلط مني. انزين اقول لك ايش رايك نروح للالعاب استانس؟ ماما ماما عمر ماما ودينا المطعم يوعانا. يوعانا يما بنتي يوعانا. خلاص ايش رايك الحين نقوم نبدل، اوديك نتغدى اول شيء بعدين نروح نلعب. اوكي اوكي يلا قومي تعال. يما جميله بنتي وتشي وتشي حلوه. يلا لف 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 طق اكس 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 اي اي طقها عطني اياها. يا اوكي روحي مي. نوافي حبيبي مو زين كذي تلزق بالتلفزيون، مو زين حق عيونك.
تطلعيني بيوم إجازة؟ أنا قايلت لك إنه أنا معزومة على الغداء مع رفيجاتي بالشالي. روزان أنت تغيرتي وايد، صرت ما أعرفك. لا يعني أنت ما تدري شو اللي غيرني؟ يعني عقب سالفتك الأخيرة مو كافي متزوج وحدة ما تعرف عنها شيء لو تعطيها كل فلوسك؟ كل فلوسك اللي مجمعها طول حياتك واكتشف بعد انك مديون؟ المشكلة انها بسبتها، يعني مو بس خاين، خاين ومدمق. بس عاد قلت ليش قصت علي؟ ولما عرفت صجيتها طلقتها خلاص. شو الفايدة؟ الفلوس بح راح، وانت بتظل تركض ورا الحري، وانا لين متى بقعد اسامحك ان شاء الله؟ انا قاعده بهالبيت يا محمد عشان هالياهال لا يتشتتون اللي تطلقنا، غير كذي مالك شيء عندي. وبروح وبرد وبكشخ وبطلع وبسافر وبعيش حياتي واسوي اللي ابي. وانت بعد عيش حياتك، تزوج بلال الوحدة ثلاث ما عاد تهمني. تدري حد عن شيء؟ من كثر ما جرحتني خلاص مالك مكان بقلبي، عادي. واذا ما عاجبك هالحال عادي طلقني، حتى الياهال خذهم باي. إيمان، أتصدقين أنا كنت معتقد أن الزواج هو أنك تتزوج وتكون أسرة وهذه سنة الحياة، لكن صدقيني وياك يا إيمان حسيت أن الزواج غير. قاعد أحس بسعادة، أحس براحة، شيء مو طبيعي. أنت سويتي فيني. أنا ما سويت فيك شيء، وأنا مستانسة وايد أكثر منك ترى. بس أنا أنت عارف أنا مريت وايد بمشاكل، و ما بينكد عليك احنا طالعين نستانس، بس شفت الويل ودي ان تعوضني كل اللي شفته بحياتي، ودي على طول كذي اكون مستانسه وياك. ايمان بقولك شيء، ترى ما بقى من العمر كثر ما راح. الانسان يبي يعيش السعاده والراحه. بعدين انا بقولك كل شيء، بقولك الحبيب والاخ والزوج وكل شيء لك في الدنيا، عيوني المركبه لك، انت بس امري. تسلم عيونك، خف علي شوي، حج حلو كذي ورا بعض ماني قادر ألحق عليك. على قولتهم قلبي الصغير لا يتحمل. قلبك الصغير هذا ملكي أنا، هذا لي أنا، الله لا يحرمني منك يا أيمان. ولا يحرمني منك، صار مو قلبي الصغير صار قلبي الكبير. شوف حتى الكوفي جايبينه على شكل قلب. يلا شرب عيال، خلينا نشرب قبل لا تبرد القهوة. حلوة هالعدنان وسوالف عافس المكان عفيسة ليهال وعفيستهم. بسم الله عليه ربي حفظه. آه يا رب العالمين. يما هلا يما. هادي هني هلا 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 حبيبي. من تيجي معنا خلاص؟ لا يما حبيبي، مالي خلق لويا والفرارة بين المحلات. روحوا انتوا استانسوا، عليكم بألف عافية. راحتك. أشوف الوين واركل هذا عشان تطلعين معاه. زين صدق يما، بدال قاعدة هني بروحك امشي معنا السوق، وإذا مالك خلق تفترين قاعدة بأي كافيه، احنا نخلص سوق بعدين نتغدى يميع. لا يما حبيبتي، انتي دامكم لابسين وجاهزين روحوا طلعوا استانسوا، وعد مني الأسبوع الجاي إن شاء الله أطلع معاكم. تمام؟ تمام تمام. بس أكيد؟ أكيد. طوفوا صورها.
لا عدنان تعال صور هيبة تعال تعال أنا كل مرة يقولون عني كذاب ساعات ما أعرف أصور خلي عدنان يصور يلا خالتي 1 2 3 قولي الأسبوع الجاي أطلع معاكم تمام 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 ماشي خالتي تبي شيء سلامتك يما عدنان مرة ثانية تقطط أغراضك سمعت يلا حبايبي توكلوا على الله مع السلامة الله يخليك يلا حفظ الرحمن مع السلامة ربي حفظكم من كل شر يا رب تديرين بالك على عزيز وعينك ما تنزل من عليه دقيقة وأبي كل شيء يصير هناك تقولي لي مو تنسين ملابسه وأغراضه كلها بالجنطة إذا يبي أي شيء تكلميني أي وقت اسمع كلامكم ماري زين زين ولا مو زين يلا هلا هلا عزيزان هلا هلا بالحبيب قلبي ما شاء الله كاشخ يلا تأخرنا على بابا هشام يلا خل نروح حق بابا هشام ما أبي أروح حق بابا هشام ليش ما تبي تروح له ما أحبه عيل منو تحب؟ تحب بابا جاسم أدري يا حليلة وحبيبي بابا هشام يحبك أبوك هذا يلا يبا تأخرنا عليهم السلام عليكم حفظكم الله يبا انتي مو تنسين اللي وصيتك عليه لا تنسين يلا روحي شماني شو وصيتي القدام عليه؟ وصيتها يما ما تقول أخباري حق هشام ما يصير كل شوي قاعد وسائلها أسئلة عني يبي يعرف تحركاتي يبي يعرف وين أروح شو أسوي خلصنا عاد ما له داعي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ما أدري شو أقول لك تدرين يما من تطلقنا أنا وهشام أحس إن هذا أصح قرار أنا خذيته بحياتي كلش مو متحسفة عليه وبعدين أصلاً مستانسة إني قاعدة وياكم بالبيت أنتوا كلش مو مخلين علي قاصر حبيبتي بس الله يخليك لنا ويبلغش في عزيز إن شاء الله أمين يا رب ما يحرمكم زين قولي لي الحين ولدك راح حق أبوه أنت شناوية تسوين لكم بس تبين تقعدين كذي في البيت لا 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 شو قاعد في البيت لا بطلع بتنفس بشوف روحي شوي بروح صالون بروح السوق أشوف شنو نازل جديد بطلع ويا رفيجاتي اللي ما شفتهم صار ليش كثر والسبة خليني ساكتة بس ما يخالف أمي روحي واستانسي وانسي الهموم إن شاء الله روحي حبيبتي أبي سلامتك ده. شايفين الساعة كم ولا لا؟ شايفين ولا لا؟ وعزيز للحين ما وصل، أكيد هالجمانتي بتغثني. يا هيبة هشام إيش فيك الله يهداك؟ إيش كله معصب يا هيبة صف النية، ما تدري شنو صاير برا يمكن زحمة صار معاهم شيء لا سمح الله ما تدري. أنا بسألك سؤال، أنت مرة طلبت تشوف ولدك عزيز قالوا لك لا، سيدة تكلم، فواز يكلم، أختي يقول لك يا لي عندك. يا هيبة خليك حقاني؟ يا هيبة أي حقاني؟ ساعتين متأخر الصبي ما شفته. هشام خلاص هدي اعصابك مو كذي الولد كل ما يشوفك بهالاعصاب هذه قام يخاف منك لا قوليها بعد قوليها قام يخاف مني ويكرهني بس تبين الصج اكيد بيكرهني لانه مو قاعد يتربى بحضني ولا يدري عني واي يا هشام على السلبيه اللي انت فيها يا يمه ايش فيك انا ايش كثر افهم فيك وادرس فيك وترجاك اقول لك يا يمه حبب ولدك فيك قربه منك بهالعصبيه هذه ما راح تقدر تقرب ولدك منك يا يمه ها كاوصلوا بس شنفعت هالعصبية اللي انت فيها هلا هلا بعزيزان هلا بحبيب قلبي روحي داخل ماما روحي شلونك بفواز شلون منيرة شلون العيال بخير الحمد لله شلونكم انتو احنا بخير عساك بخير تفضل على الغداء مشكورة ما له داعي بتغدى ويا منيرة ادري تأخرت عليكم شوي عزيز على ما لبس والشوارع بعد زحمة سموحة يعطيك الف عافيه ما قصرت بس واللي يسلمك بفواز ابوه داخل قلبه شاب ضو على ولده الاسبوع الجاي يبون بتشر حاضر وممنون ما يصير خاطرك الا طيب ان شاء الله الاسبوع الجاي ان الله احيانا انا وعزيز قبل هالحزه عند الباب مشكور ما السلام عليكم مع السلامه هذا عزيزان وصل هذا عزيزان وصل يلا يما روح بوس ابوك يلا يما روح بوس يدك يلا يلا امك هاك اخي يا الله والله حار ها تعال يما تعال حبيبي شنو هاللبس الحلو تعال روح يبا راح ديدتك راح تعال